من الموصل معي لؤي أمين مراسل أخبار الآن في نينوى. ولؤي مساء الخير، كلمة لك لتحدثنا عن تقدم القوات العراقية بأحياء جديدة، بتفاصيل عن مدى هذا التقدم وأهمية الأحياء التي أضيفت إلى القوات استعادتها من احتلال داعش. مساء الخير ميسون. نعم، اليوم كانت هناك معارك عنيفة أيضا مع تنظيم داعش لتحرير أحياء أخرى إضافية. تم تحرير حي التنك بالكامل، أعلنت قيادة عمليات قادمون نينوى عن تحرير حي التنك بالكامل، وهو ما يعادل حوالي 3 أحياء، لأنه من الأحياء الكبيرة وهي في أقصى غرب مدينة الموصل. وأيضا تقدمت قوات الشرطة الاتحادية في المدينة القديمة وواصلت تقدمها على محاور القتال في منطقة الزنجيلي وأيضا في منطقة باب الطوب. وكذلك هناك خبر مؤسف اليوم في عمليات نينوى، حيث قام تنظيم داعش بتنكر بزي الشرطة الاتحادية في الموصل القديمة، وتظاهروا بأنهم من قوات الشرطة الاتحادية. وعندما خرج الأهالي ليرحبوا بالقوات الأمنية فتحوا النيران على الأهالي، داعش فتح النار على الأطفال والنساء وقتل عدد يعني حوالي 22 شخص في الموصل القديمة في المدينة القديمة. وأيضا اليوم انطلقت عمليات موسعة لتحرير قضاء الحضر أقصى غرب مدينة الموصل في منطقة الصحراوية التي تمتد حتى مدينة الأنبار. نعم، جديدة هذه إذن الاختباء، تنكر بزي الشرطة الاتحادية. شكرا لك من الموصل لؤي أمين مراسل أخبار الآن في نينوى.